السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان والأخوات، نعود لكم من جديد. الإخوان، هذا الأسبوع هذا اللي جاي إن شاء الله غادي ندير جوج فيديوهات وكيهمو بزاف ديال الناس. بغيتكم تبارطاجيو، تخليو لي تعليق يعني هاد الفيديوهات هادو اللي غادي ندير هما غندير فيديو مع واحد الاخت ان شاء الله اللي هي جات لايطاليا عن طريق الدراسه وبدلات الاوراق، يعني بدلات الاوراق عن طريق ديكريتو فلوسي، يعني فاش تحلوا عقود العمل هي بدلات الاوراق، لان كاين واحد القدر ديال لي بيرسوني اللي يجيو بالقرايه كيبدلوا الاوراق ياك. غندير معاهم هاد الفيديوهات هاد، غندير معاها هي فيديو، ولكن كاينين عدة أسئلة اللي غادي نطرحهم على هاد الأخت هادو. هاد الأسئلة هادو هما اللي غتكتبوا لي نتوما الإخوان، أشنو بغيتو هاد الأخت تقول لكم، يعني أي سؤال بغيتو على الدراسة، على الطريقة كيفاش بدلت الوراق، على شحال من عام خاصها تقرا باش تجي للطاليان، شنو تبعات، شنو دارت، يعني اشنو بغيتو تعرفوا من عند هاد الاخت هادي، كيفاش دخلت للطاليان اللي هي جات على الدراسه. وكتبوا لي نتوما الاسئله وانا هذوك الاسئله غنديرهم في ورقه وغادي نطرحهم عليها، غنعطيها على الالمينو نهار قبل غتشوف هذوك الاسئله، وعاد هي غتبريباري باش غتجاوبني على هذوك الاسئله اللي نتوما غادي تكتبوهم. حاجه اخرى، اللجوء الانساني الاخوان، راني حطيت شي جوج فيديوهات على اللجوء الانساني. الناس اللي جاو حارقين يديروا اللجوء الانساني، ما تبقاش تسين سناتوريا ولا جواج ولا، دير اللجوء الانساني. وراني قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل اشنو ديروا. علاش غنقول لكم اللجوء الانساني الاخوان؟ واحد الصديق ديالي حتى هو غندير معاه فيديو، الصديق هذا تونسي، راه اقسم بالله العلي العظيم راه ما كنظنش فايت 3 شهور ولا 4 شهور هنا في ايطاليا، راه ما عندوش رسمطر، عنده غير شي 3 شهور ما واصلش، محرر واصل 4 شهور ياك. حتى هو غندير معاه فيديو، راه عطيتو قلتها ليه، اتصلت بيه وقلت ليه راه غندير معاه فيديو. السيد راه شد 6 شهور دفع اللجوء ودار القصه ديالو اللي غادي نسمعوها. وقالوا ليه خاصك كونطرا ديال الخدمه، وتخيلوا معايا راه قول كوازي غيسين الكونترا ديال الخدمه. لهذا الاخوان راه كنقول لكم دفع اللجوء الانساني. الاسئله، الناس اللي كيسولوا على اللجوء الانساني كتبوا لي الاسئله اللي بغيتوا تعرفوا باش نوريكم. راه لاست شد 6 شهور، ماشي البارح ولا 3 ايام دابا الشده، عطاوه برميسو ديال سي ميزي المحامي، الا ما خفت نكذب حيت فايت قال لي عطاه 50 اورو اللي دفع ليه، كاين غير في الشمال. عطيوني الاسئله اللي بغيتي تعرفوا على اللجوء الانساني ان شاء الله، وانا غندير فيديو مع هذا. كما قلت لكم، الناس اللي باغيين يجيو من المغرب او من تونس او من الجزائر او من مصر عن طريق الدراسه ممكن تخلي، قال لي واحد الاخ مصري يتكلم باللغه العربية، ممكن تخلي الأسئلة على التعليق وأنا حجاوبك. بالنسبة للناس اللي باغيين يدفعوا اللجوء الإنساني، خلي الأسئلة اللي باغي تعرف شي سؤال، بغيت تسول حتى جوج ثلاثة الأسئلة، أنا غادي نديرهم في ورقة وغنتصل بالسيد وغنطرح عليه هاد الأسئلة هادو اللي أنت باغي تعرف. أنا غادي نوصل لك المعلومة في سبيل الله، والله يسر لكم الأمور إن شاء الله. تحياتي إخوان، مابغيش نطول، بارطاجيو كي تعم الفائده. اللي عارفين وما عندوش اوراق وجاي حارق بغى يستافد، مرحبا به. اللي ما بقيتش في الكانالي، لان بزاف ديال الناس تيشوفوا الفيديوهات ديالي، والماجور بارتي ديال لي بيرسوني نون سون سكريتي مي الكانالي، باش يوصلكم ديما جديد. بعض المرات راه يقدر يكون فيديو واحد كيهمك في هذوك اكثر من 100 فيديو اللي حاط انايا، ويقدر واحد يكون همك. لهذا باش يوصلك ديما جديد، سكريبي الميو كانالي. ومرحبا بك اخويا، وكنشكر الناس اللي تيديروا لايك وتيخليوا لي تعليق. جزاكم الله خيرا،
و سيتي سيمبريسوليتي. برافي برافي، السلام عليكم. خاصنا نزيدو لقدام الاخوان، بيكم حنا باش غنزيدو لقدام. تحياتي، السلام عليكم.